وتلطف وتحنن علي النبي وخالق الشمس والقمر ومن تصير إليه البشر. لقد صدقتهم صحيح الخبر فيما أخبر. قال فلما سمعوا ما قالت الزرقاء حاروا من قولها، ثم إنها نظرت بطرفها يمينا وشمالا، فنظرت إلى أبي طالب وأخيه عبد الله، وكانت عارفة عبد الله من قبل، لأنه سافر مع أبيه إلى اليمامة في تجارة قبل أن يتزوج بآمنة، وكان نور النبي عند رأسه، فنزلت إليه الزرقاء مسرعة في يدها كيسا من الورق، ثم وقعت عليه وقالت: يا فتى حييت بالسلامة وجلت بالنعمة والكرامة، فمن أي العرب أنت؟ فما رأيت أجمل منك وجها. فقال: أنا عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المنار سيد الأشراف ومطعمين الأضيار وسادات الحرم ومن له السابقة في القدم. قالت: صدقت، لأنك أنبل وأفضل وأكمل مما ذكرت، فهل في فرحتين عاجلتين؟ قال: وما هي؟ قالت: هب لي نفسك وجامعني هذه الساعة، وخذ هذه التنانير، وابذل لك من الإبل 100 ناقة محملة تمرا وبرا وسمنا. فلما سمع كلامها عبد الله قال: لما إليك عني، فما أشر برتك وما أقبح طلعتك، وما هذا الكلام والخطاب يا ويلك؟ أما علمت أننا قوم لا نرتكب المعاصي ولا نحب الآثام؟ اذهبي بالذلة والإرغام، فإني أظنك من نسل اللئام. فقالت: يا هذا، إني أزيدك من المال وأجزل لك من النوال. قال: فلما رأى لا تنتهي عما هي عليه قبض على قائم سيفه وجذب